اهلا بيكم. كانت ملاز من ابو ظبي قالت عايزه اكل يمني، فقلنا نعمل النهارده اكل يمني وحاجه من الحاجات اللي هي حله الضغط فبيسموه مضغوط، وهتبقى فيه كمان في عندنا هنا قلبات بتتعمل حاجات مع الخبز، وكمان هنعمل مع بعض المدفون، واذا كان المدفون ممكن يكون دجاج ممكن يكون لحمه. الفته تختلف، الفته بتكون للحلو، مش هتكون لا فته فراخ ولا فته لحمه، تكون فته تمر او فتت موز، وهنعملهم مع بعض. لكن حاجات من الحاجات المعروفة في المطبخ اليمني زي فكرة اللي هم بيستعملوا المايونيز والكاتشب والمسترد في المطابخ التانية، الحلبة حاجة من الحاجات اللي بتستخدم بيطبخ بيها كل يوم. وحاجة من الحاجات اللي عملناها أو احنا تمني بنقول إن في حلقاتنا بنحاول نلبي الرغبات، وبنعمل أكلات غربية شرقية، وبنعمل من كل الدول، منهم الأكلات اللي هي خصصناها للدول العربية. عملنا الرشتة من المغرب العربي، عملنا الرشتة بطريقة جزائرية وتونسية والليبية، وكل واحد كان عنده رأي مختلف، وعملنا مطبخ كاريبي، وكمان عملنا الطنجية المراكشية، خبز الأبوري، وكمان كيكات هتبقى الأسبوع اللي جاي إن شاء الله اللي هي البلاك فورست. وهيكون الأسبوع الجاي أسبوع مميز لأن عندنا حلقتين مميزين، يوم 20 اللي هو يوم الأربع ويوم الخميس بإذن الله. فهبتدي اول حاجه معاكم ونعمل مع بعض هنا الحلبه اللي هي حاجه من الحاجات اللي هي معروفه في المطبخ اليمني، اللي هي ديت بيكون الحلبه الحصى دي بتتجاب لو حطيناها في قلب ميه بتنبت، بيطلع كده منها زي نبته صغيره زي فكره العدس، لكن احنا نعملها ايه، هنطحنها وبعد كده بنضيف عليها ميه. يعني بجيب الحلبه وبضيف عليها ميه، بحط كمية مية ضعفها أو أكتر شوية، بسيبها قبلها بيوم، يبقى أنا عندي الحلبة معمولة وبسيبها منقوعة لغاية لما توصل للمرحلة ديت. يعني أنا بحطها قبلها بيوم، ودوت بيبقى شكل الحلبة بتنفش، ودي هنستعملها وناخدها ونعمل منها صلصات. في ناس بتستعملها هي مباشرة لوحدها، أو ممكن أستعملها مع صلصات. بالنسبة للحاجة أو الصلصات اللي أنا هستعملها هنوت، هنعمل طماطم مع شوية من البصل، هنسويهم هنوات، ونسوي كمان مرقة لحمة. يبقى أنا هستعمل مرقة اللحمة في أكتر من حاجة، وبجيب هنا القطع البصل ومعاهم اللحم، قطع اللحم اللي بستعملها لحم ضاني وفيها الدهن ديت بنتبلها، يعني كل ديت بالتتبيلة بنحط شوية من الفلفل والكمون والكزبرة وحبهان وكركم، نحطهم دول كلهم مع بعض على اساس بسلق اللحمه. احطها هنا وبسلق اللحمه، يبقى انا بعمل هنا مرقه، بسيب المرقه دي تستوي، لو في اي ريم ظهر على الوش بقشطه او بشيله، وبسيبها دي تستوي لغايه لما تستوي. هنعمل معاها اللي هي الطبخه بتاعتها، الطبخه الثانيه اللي هي ممكن بنستعملهم مع بعض. هيبقى في عندي طماطم، بقطع هنا قطع الطماطم، وديت اسمها فحسه، الأكلة نفسها اسمها فحسة. في منها بتعمل بالبطاطس، وفي بالكوسة، بيتضاف كوسة، أو بنعملها مع اللحم. ونحط هنا، قطع شوية طماطم والبصل، كزبرة، كمون وفلفل حامي، دول باخدهم على أساس دول هسويهم، وبحط هنا اللحمه. لما بتوصل للمرحله ديت باخد اللحمه، وتبقى اللحمه استوت بالطريقه ديت، يعني فكره اللحمه نفسها بطلعها وبسيبها تبرد عشان اخدها وانسلها. يبقى انا عندي المرقه وعندي اللحمه اللي هستعملها. اما البطاطس اللي انا قطعتها مع البصل، نجيبها هنا اهوت، نعلي النار شويه، احط شويه زيت واحمر فيها البصل، احط شوية البصل، حط طماطم، عندي طماطم متقطعة على أساس بعمل زي فكرة صالونة، قطع الطماطم هنا، وبحط مع دول شوية فلفل حامي، الفلفل بيكون أخضر حامي، وكمون وكزبرة. يبقى أنا عندي كمون وكزبرة نفس اللي في المرقة هنا هوت زي اللي أنا حطيته هنا، يبقى أنا عندي نفس التتبيلة والبهارات، زودت على دوت فلفل حار، وهزود على دي كمان شوية صغيرين من صلصة الطماطم. يعني نعمل ديت على اساس نعمل ديت مرقة. لو عايزين تعملوها، لو انتوا نتخيل انتوا فيجيتيريان لكن هو الطبق بيتعمل باللحمة، ممكن احط على ديت مية واسيبها تستوي، لكن
الاكله نفسها بتتعمل بطريقه انها مش للفيجيتيريان وبيبقى فيها لحمه، فبستعمل المرقه، والمرقه اللي هستعملها اللي هي حطيتها هنا الاول وسبتها تستوي الاول اهو، ونصفيها. ناخد المرقه بس نسيب ديت تستوي شويه، قبل ما تستوي شويه هنضيف لها شويه هنا من البطاطس. وناخد اتصال. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا يا اختي ام احمد، كيفك يا شيخ اسامة؟ الحمد لله. ده احمد اللي في الخلفيه ديت. احمد، يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، اهلا فيك شيخ اسامة. بس بدي اسالك عن طريقه الصامول اللي سويتها. الصامول؟ اوكي. الصامول الصغير. نعم. سويته اول امبارح او امبارح اظن. نعم نعم نعم. بدي طريقته ضروري. الله يوفقك، تسلم ايدينك على هالاكل. من ذوق حضرتك يا اختي ام احمد. تسلمي لي، من ذوق حضرتك. شكرا لك شيخ اسامة. تحت امرك، تحت امرك. تسلمي لي ان شاء الله. هنا بالنسبه للطماطم والبصل بس بنتبلها شويه هنا، بندبلها شويه هنا على اساس دي زي ما قلت هتبقى فكره صالونه، وعشان تبقى صالونه هضيف لها ميه. قلت لو انتوا فيجيتيريان حطوا هنا اهوت ميه وخلوا دي تغلي، لكن ديت بتتعمل بلحمه اللي احنا حطيناها هنا اهوت. وانا بغلي اللحمه في حاجه مهمه هنا اهوت، وانا بغلي اللحمه وبتبتدي قبل ما تبتدي تغلي، احنا عايزين نعمل مرقه والمرقه تكون كويسه، فبعمل ايه؟ لما بحط اللحمة على النار قبل ما تبتدي تغلي بهدي النار عليها. والسبب ايه؟ ان انا مش عايز الريم، لان اللحمة لو فيها دم او العظم فيها دم هيعمل ريم على الوش. اتاكد ان انا ممكن اشيل الرغاوي ديت او الريم اللي على الوش، بس ما يكونش البهارات، وبخليهاش تغلي. يعني لو غليت كل دوت هيتداخل وتبقى داخلة ببعضها. ولما بتوصل للمرحلة ديت باخد الخليط ده هنا اهو، هحط البطاطس، مقطع شوية بطاطس ناخدهم نحطهم هنا، وبنجيب السائل ونصفيه علشان يكمل تسويته. يبقى هنا بحط ديت اللي هي المرقة نفسها، بحطها بالطريقة ديت، ودي هتبقى الفحصة. يبقى اللي أنا عملته هنا ده هتبقى فكرة الصالونة، المرقة هنا واللحمة بشيلها هنا على جنب. باخد اللحمة وانسلها. يبقى انا عندي دلوقتي عملت الطبخة، ممكن يبقى معمولة قبلها بخليها في التلاجة، وعندي الاختيار عايز اضيفها. ممكن في ناس بتحط بطاطس، تحط كوسة، او بحط بس البطاطس. وباجي انسل اللحمة، بتبقى خلاص اللحمة مستوية. يعني باخدها كده وبهرسها بايدي. ممكن استعمل موز، قطع موز، احطها بالطريقة دي، وممكن قطع هنا من الريش او الظهر، كله بيبقى مسلوق ومتنسل. يعني كل حاجة هتبقى، حتى لما نيجي نعمل المدفون هيبقى نفس الشيء. الفكرة فيها ان اللحمة بتكون مستوية سوا كامل، وفي نفس الوقت لو لقيت فيها قطع من الجلد بشيلها هنا على جنب. يبقى ناخد كل ده هنا اهو، ونتخلص من العظم ونتخلص كمان من الدهون. يبقى العظم والدهن نتخلص منهم هنا اهو. وبعد كده باخد الصالونه اللي احنا عاملينها بعد ما بهرس كل ده كده اهو، ممكن ديت تتخلط مع الصالونه، يعني ممكن احطها في نفس الطبق او اخلي جزء في طبق ازين بيه. احط ده كده، احط ده هنا، وبعدين باخد جزء هنا. ديت الفكره نفسها، يعني بعد ما احنا عملناها اول خطوه كانت اللحمه، حطيت اللحمه هنا استوت، صفيت اللحمه، خدت المرقه بتاعتها حطيتها على البصل مع الطماطم مع البهارات، سبتها تغلي استوت هنا اهوت، واللحمه نفسها خدتها ونسلتها. باخد قطع اللحمه هنا او قطع البطاطس دي واحطها هنا، ودي بتتهرس، ونخلي شويه من الصلصه، نجيب معلقه اهرس بيها. زي ما انتم شايفين البطاطس نفسها بتبقى مستويه واللحمه كمان مستويه، فدي بتبقى جاهزه للتقديم. وحطيت شويه من اللحمه من تحت، وممكن نقلبهم دول مع بعض، بهرسها كلها كده، ممكن اهرسها خالص او اخلي قطع صغيره باينه، وبزود بقيه اللحمه عليها. نحط كل ده هنا اهو مع الفلفل ومع الخلطة، شوية صغيرين هنا من المرقة
ودي بتبقى جاهزة للتقديم. ولو عايز أزينها بشوية فلفل تاني ممكن يكون شوية فلفل تاني من الفلفل الحار الحامي. يبقى ديت فكرة الفحصة. ولو أنا بتكلم عليها ومش هحط عليها لحمة أو مش هعملها بالطريقة ديت فبتكون اسمها كشنة، يعني ديت اسمها كشنة اللي هي الصالونة ديت، وديت اسمها فحصة اللي هي معمولة باللحمة ومعها البطاطس ومعها الفلفل والطماطم. أما بالنسبة للحلبة اللي احنا ابتديناها مع بعض، باجي هنا وبجيب للحلبة شوية من التوم، يعني بعد ما نقعت الحلبة حطها هنا، جيب شوية توم، فلفل حار، ومعهم كزبرة، بيبقى ورق كزبرة، وكرات اللي هو الكرات العربي مش الليكس، بس اعمل هنا كرات، بس عايز سائل، فالسائل هيكون شوية عصير ليمون، وكمان هيكون الحلبة. الحلبة اللي احنا حطيناها هنا، لو انتوا شفتونا لما ابتدينا البرنامج مع بعض، حطيت هنا هوت الحلبة وحطيت عليها مية، يعني بتقلب مرة اول ما بسيبها وبسيبها قبلها بيوم، فبتنفش وبيكون ده الشكل بتاعها، توصل للمرحلة ديت. يبقى ديت الحلبة اللي انا سايبها قبلها بيوم، باخدها هنا هوت واحطها مع الكرات ومع الكزبرة، وزي ما قلت ده ممكن يكون بديل عن الماسترد والمايونيز والكاتشب، تاكلوها مع حاجات كتيره مختلفه. دي هفرمها ناعم، يعني اسيبها كده لغايه لما تتفرم وتبقى زي الصلصه، زي فكره البيستو. وهناخد فاصل سريع، لما نرجع نواصل معاكم ونشوف تتقدم مع ايه. نشوفكم على خير ان شاء الله. بمناسبه عيد الام هنقدم برنامج خاص، حلقه خاصه اسمه مع اسامه اطيب، تابعونا هتلاقوا اشهى المأكولات، وهتقدر تأسري جوزك من خلال الاطباق اللي هتعمليها له. اوكي، زي ما بقول لو انا كان عندي بعمل الفحصه، فعندي الكشنه اللي هي الصلصه عباره عن طماطم والبطاطس وفيها الكزبره والكمون والمرقه، وخليت اللحمه على جنب، ممكن باخد اللحمه انسلها واحطها هنا على النار مباشره، يعني بقول ان انا عملت كل حاجه وخليتها على جنب علشان وقت التقديم. فبعد اللي بعمله بجيب الصلصه، بجيب اللحمه انسلها واروح واخد الخليط دوت وبحطه، ممكن بهرسه قطع صغيره، وبيفضل سخن يعني بكون مولع عليها النار. وبعدين قبل ما بقدمها بحط عليها الحلبه، الحلبه اللي هي ضربتها في قلب الخلاط مع كزبره ومع كرات. يبقى ديت قبل التقديم باخد شويه، ممكن افردها عليها او احطها كده، ممكن تتقدم على جنب. يبقى ديت فكره النهارده زي ما بنقول الاكل اليمني اللي اتطلب مننا من اكتر من شخص، وقلنا هنعمل اللي هي الفحصه، وكمان في نوع تاني زي ما قلت بتعمل بالكوسه. كان كمال على الفيسبوك طلب المندي وبعتنا له الوصفه، طلب المندي. المندي هيكون قريب، اثناء ما احنا بنعمل المدفون هنتكلم على المندي وممكن ازاي نعمله في البيت. طبعا ليه متطلبات خاصه، لكن احنا هنحاول نعمله هنا بطريقه تكون سهله، ممكن انتوا تقدروا تعملوها في البيت بنفس الطريقه. لكن نتكلم على المضغوط. ايه هو المضغوط؟ بنستعمل فيها حله الضغط. حله الضغط اللي بستعملها بتكون الفكره فيها حله للضغط. انا ممكن اتخيل ان انا عندي دي حله ضغط، والسبب ان انا بقول كده ان انا بطبخ فيها وبعدين بضيف بقيه الحاجه، يعني بطبخ في حلة الضغط ديت حاجات الأول، زي نجيب هنا البصل، نجيب نحط دي هنا اهو، في دخان هنا، بحط ديت وأقطعها، اتأكد إن في دخان، فتقريبا في بخار بس كنت عايز أتأكد منه. وبعدين بحط هنا هوت شويه من الزيت على الخضار اللي انا هطبخه، نعلي النار شويه، وبحمر البصل. اثناء ما البصل بتحمر هنعمل يعني بندبله شويه، نحط البصل هنا اهو، وده هسيبه يدبل شويه، ممكن نغطي دوت كده. وبعدين هنعمل خلطة فيها طماطم وفيها كزبرة
ناخد شوية طماطم وكزبرة وجنزبيل، دول بيبقوا طازة بستعملهم طازة. نقطع الطماطم هنا هوت كام قطعة، استعمل كمان شوية من الكزبرة، ويبقى فيه بهارات صحيحة. ناخد دول هنا، حط معاهم شوية الكزبرة، وده ممكن بحط معاهم فلفل لو عايزين فلفل حامي، فلفل أخضر. بقطع الحتة دي، ممكن نشيل البذر أو نخليه زي ما هو صحيح. بضيف عليه شوية كمان من التوم، نقطع كام قطعة توم. السائل بيدي طعم مختلف كل مرة، السائل هنا هيكون عصير ليمون، وهستعمل كمان جنزبيل. ناخد ده كده اهو، حط شوية هنا من عصير الليمون، ممكن الليمون الأخضر لو حبيته، وأحط صلصة طماطم، وهستعمل كزبرة بس المرة دي هيكون يعني عند كزبرة الخضرة، هنا هنا بيكون كزبرة حب، واستعمل مسمار وكمون صحيح وشوية من الكركم. أما الحاجات اللي هي الطرية زي الجنزبيل والثوم والطماطم بحطهم هنا مع الكزبرة ومعهم عصير ليمون، ولو احتاجت سائل ممكن أضيف عصير صلصة طماطم أو شوية مية. نضرب دول كلهم، ده بضربها بتبقى زي فكرة الدجس، أكني عامل دجس. وبعدين بنيجي على البصل اللي بحمره بعد ما بدبله. كمية البصل ممكن تكون كتيرة، بس أنا عايز لو الطبق يكون فيه بصل كتير أو قليل، دي حاجة حسب أنتوا أو ذوقكم أنتوا حابين إيه، بس محتاج إن أنا أدبل ده. أثناء ما يتدبل هنتكلم على بقية المكونات اللي هنحطها هنا. عندي دجاج بجيب فرخة بقطعها من نص وخليها بالعظم وخليها بالجلد، كركم، قرنفل، كزبرة، كمون، لومي، وقرفة صحيحة. دول بحطهم مع بعض ومعهم شوية من الحبهان، يبقى كل حاجة هنا تتحط صحيحة. صلصة الطماطم زي ما قلت باخدها هنا وأضيفها على الصلصة اللي احنا ضربناها، ونحطها مع البصل. نجيب ديت، نتأكد كل المكونات تدخلت. وبعدين عندي اختيارين، يا اما باخد البصل من هنا احطه مع الطماطم واخلطه، او بحطه هنا بس اضربه عشان ما يبقاش صحيح. انا عايز اعمل صلصه، عايز اعمل طعم ونكهه يدخل فيها يعني طعمها نفسه يبقى هو الرز اللي انا هستعمله. فبعد ما دبلت البصل هنا ابتدي اضيف كمون، وهضيف الكزبره، وهضيف الكركم، وهخلي الحاجات الصحيحه مش هضيفها دلوقتي. والسبب ان انا عايز اعمل من دي سائل الاول. ناخد صلصة الطماطم هنا ونضرب، نقلب كل دول، برضو هسيبهم دقيقتين ثلاثة بس يتسبكوا. زي ما قلت ممكن اشيل البصل واحط واضرب ده لوحده وده لوحده، او اسيبهم هنا واضربهم هم بعدين، بحيث ان انا اطريها شوية علشان اعمل منها مرقة، والمرقة دي تتشرب الرز. فناخد ينهوت المضرب ونضرب البصل والخلطة ديت، استعمل شوية مضروبين وشوية صحاح. يبقى انا عملت هنا، شايفين المرقة دي، ممكن لو انتوا عايزين لغاية الخطوة ديت استعملوا الصلصة ديت لمكرونة، استعملوها لأي حاجة انتوا حابينها. حطها هنا اهو، وبعد كده بضيف عليها المية، وده هيبقى فكرة المرقة اللي هسلق فيها الفراخ. يبقى انا عندي دلوقتي مرقة هسلق فيها الفراخ، هتديني طعم ونكهة. ديت انا ممكن اكون زودت الطماطم، ممكن نزود البهارات حسب انتوا حابين ايه. ودلوقتي بحط البهارات الصحيحة اللي هي اللومي والقرفة، شوية من الحبهان، والمسمار اللي هو القرنفل. يبقى دول بنحطهم مع بعض كلهم هنا، وبنمسك الدجاج ونسلقه في قلبيه. نحط هنا الفراخ متقطعة انصاص. طب لغاية دلوقتي ايه اللي مضغوط فيها؟ مفيش اي ضغط حطيناه عليها، و
بسيبها تتسلق وانا بسلقها، بس بغطيها كده نص غطا، لكن بتخيل ان انا جبت الوعاء اللي انا سويت فيه دوت، جايز يكون هو ده الوعاء اللي انا هسوي فيه، اللي هو فكره الخلطه نفسها عملتها وعملتها هنا اهوت، مش في الحله ديت، في نفس الحله اللي هطبخ فيها. يبقى المطلوب دلوقتي ايه؟ ان انا برجع النار هنا اهوت تاني، يعني بعد ما بسويها لسه ديت مفتوحه، لسه ما غطيتهاش، يعني عشان الفراخ ما بتاخدش وقت كتير في التسويه، بحطها في نفس الحله وبعدين اجيب الرز نفسه. يعني هنا عندي دلوقتي دي الفراخ ودي الخلطه، كان في شويه من البصل صحيح مع البهارات اللي احنا حطيناها، وبحط فيها الرز، يعني كده هتبقى من تحت الفراخ والرز بيبقى من فوقيها. اتاكد ان عندي كميه كافيه هنا من الرز، وبعد كده بسيبها تغلي، ومجرد ما بتغلي زي ما بطبخ الرز عادي، حط هنا الرز، بس اتاكد ان انا معاير المرقه اللي انا حاططها تبقى قد الرز اللي انا هستعمله. بعدين برجع الحله، وده اهم حاجه في الموضوع، لما برجع الغطا هنا هرجع الغطا وهدي النار هنا اهوت، وببتدي اسمع، يعني ابتدي تطلع صوت، لان في بخار طالع، طول ما في بخار طالع هيبقى في صوت، فانا عايز اقفلها، يعني ممكن ديت بعد شويه ابقى اتحكم فيها، لكن انا عايز دلوقتي ان انا اكمر كل حاجه او اضغط كل حاجه، فلازم يكون فيها بخار. يعني كان جالي اتصال، ده كان اتصال شخصي، ان حب يعمل لحمه في قلب حله الضغط، حط اللحمه من غير ما يحط سائل، حط كل حاجه وغطاها، فبيقول لي اللحمه اتحرقت، فاكيد طبعا ما كانش فيها سائل، فمهم جدا ان هو يبقى فيه سائل. يبقى الاول عملنا الخلطه بتاعه البصل، حمرناها شويه، ضربت صلصة زي فكرة الدجس، حطيتها مع اللحمة، ضربت شوية من البصل، شوية بيبقوا قطع والشوية التانيين بيبقوا صحاح، وبعد ما بقت مرقة كده بنقلها في حلة أكبر، لأن دوت مش هقدر أطبخ فيها الرز، يعني دي ما أقدرش أحط هنا الرز فيها، ديت المفروض تتحط في حلة الضغط، لأن الطبق اللي بنعمله اسمه مضغوط. نوسع له مكان هنا أهو، ونعرف الطبق ديت بتكون شكل المضغوط بعد ما بعمله، يعني احنا عملنا بعد ما بعمله، وده مهم جدا، ان المفروض لو حله الضغط عملتها بتبقى مقفوله، بحط عليها هنا اهوت، في عندي دي بتبقى بترتفع وبتعمل صفاره، بحطها تحت الميه لغايه لما الميه تنزل، وبعدين الرز بيعوم على الوش باللون اللي احنا مدينه، اذا كان كركم ازيد او طماطم او الاثنين. هنا الرز والدجاج، هنا قطعة الدجاج نحطها هنا اهو، وممكن تعملوها قطع او دجاج صحيح، يعني او متقطع انصاص، ولو حبيتوا نفس الفكرة لو عايزين تعملوها بلحمة زي ما قلنا، يبقى فكرتها هي توافيق وتبديل. نحط شوية هنا اهو، ولما ناخد فاصل ونرجع هنرجع نعمل مدفون، فنشوفكم على خير ان شاء الله، وهيكون مدفون لحمة لان احنا عملنا دجاج دلوقتي. الحقيقة شاب أسامة في قلب كل أم، لأنه بيساعدنا كتير أننا نسعد أولادنا، وبقول لكل أم مع أسامة، بقول لها كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب، وإن شاء الله دايما كده نحتفل كل سنة بعيد الأم العزيزة، يرحمك دنيا وآخرة يا أمي. عملنا مع بعض قلنا المندي، ففكره المندي اللي انا قلت عليها وطلبها كمال هنقول له عليها، وديت هتكون مدفون. لكن دلوقتي كان قبل الفاصل عملنا مع بعض اللحم اللي هو المضغوط، او الدجاج اللي هو مضغوط، بسموا الاكل على اساس انه بيستعملوا لحمه الحله، حله الضغط. بحط الفراخ من تحت مع الصلصه ومع المرقه وبسيبها تغلي، وبعد كده بحط الرز، فالرز بالتالي بيستوي وبيخلي الدجاج تحت. احنا في الفاصل رفعنا كل حاجه، حطيت الرز اللي هو كان على الوش، وبعدين حطيت الدجاج فيها. ممكن حله الضغط يتحط على النار حوالي، يعني في الاول في اول وقت وانا كنت معاكم، حوالي 10 دقائق حمرت فيها كل حاجه، وبعدين بسيبها حوالي نص ساعه بدل ما الفراخ تبتدي تستوي، لان في الاخر مش هتاخد وقت كتير للرز عشان يستوي. هنعمل حاجه ثانيه دلوقتي من اللحم. اللحمه لو انا بشتري اللحمه من الجزار، ممكن اجيب هنا دي قطعه ريش، قطعه من الكتف وكمان قطعه من الرجل اللي هي الموز.
دي هتبلها وهعمل لها بهارات عباره عن ملح وفلفل، وبرده بستعمل هنا كركم، كمون، كزبره، وحبهان، وقرفه، وبخلط دول مع بعض. يعني ديت اللي هي الخلطه نفسها، بحاول اجيب الحاجات ديت واحمصها شويه، وبعدين اخدها واطحنها علشان تبقى طازه قبل الاستعمال، فبيبقى ريحتها نفاذه واقوى شويه. بحط هنا الكركم، وحط الكمون والقرفه والقرنفل، ومعاهم حبهان، وجوز شويه جوز الطيب اختياري لو حبيته. نحط دول هنا، وبعد كده هستعمل التتبيله ديت للحمه، بس هعمل مع اللحمه شويه خضار، يعني اجيب خضار واستعملها معاها. الخضار اللي هستعمله هيكون عباره عن فلفل مقطع، شويه فلفل هنا اهو، وبستعمل معاهم بصل. تخلص من بذر بتاع الفلفل، نعمل بصل حلقات، يبقى عندي فلفل وبصل، ممكن بصل ابيض، ممكن بصل احمر، وثوم نقطعه شرايح، ومع دول بحط بطاطس. نجيب بطاطس نقطع ده هنا اهو، وبعدين نجيب الحاجه اللي احنا فكره المدفونه. لو انا عندي جمر او بطبخ بره، ممكن بعمل الحاجه ديت واحطها في قلب الفحم نفسه، او هنا بجيب ورق الومنيوم، نحط كميه كافيه منه، لان ده هيكون الطبق. يعني انا عايز يبقى عندي دوت هو ده الطبق، بعدين بحط ورق زبده عشان يحميه. وبعد ما بعمل كده ببتدي استعمل اللحمه، احط اللحمه اللي انا عاملها. لو عايزين تجربوها بدجاج ممكن، يعني ممكن تجيبوا واحده دجاجه كامله وتحطوها بالطريقه ديت، وتعملوا في الحاله ديت رز ابيض. لو مش عايزين تعملوا انتوا الرز، او عايزين تقدموا حاجه جنبها تتقدم، ممكن تاكل مع الخبز. فبجيب قطعه اللحمه، بجيب القطعه الكبيره الاول وبحطها من تحت، ممكن احط تحتها كام بس قطعه فلفل. وبعد ما بحط اللحمه بتبلها، احط شويه هنا من التتبيله، ممكن نحط شويه بصل، نجيب قطعتين بصل، نحط البصل هنا اهو، وبعدين نحط قطعه اللحمه اللي هي الريش، نتبل دوت. في كل رق بحطه بتبلها شويه، نحط شويه هنا اهو، بحط كمان قطعتين من البطاطس، وعندي طماطم، مش عايز انسى الطماطم، حاجه مهمه. نقطع كام وحده طماطم هنا اهو، ممكن نحط قطعتين طماطم على اساس يبقى دوت السائل اللي هينزل، نحطها هنا. وبعدين بحط قطعه تانية من اللحمه، يبقى رتبنا كل حاجه فوق بعضيها. نحط شويه تانية من الخلطه، ونحط الفلفل، طماطم، بطاطس، نرصهم كده اهو، يعني نحط الطبق دوت بحيث ان يبقى تبقى كل حاجه فوق بعضها. وبحط شويه من الثوم، نحط الثوم، قطعه بطاطس ثانيه، حسب انا عايز كميه خضار قد ايه كنسبه وتناسب مع الحاجات اللي انا عاملها. قطعه فلفل، نشيل كل دول هنا على جنب، واخر حاجه هعملها نحط بقيه البهارات. يبقى انا عندي البهارات، وعندي التوابل، وعندي الخلطه دي كلها، مش هحط اي سائل، هو الميه اللي هتنزل منها. بقفل ورق الزبده من الجنب ده، وبقفله كده اهو. فانا اتخيل ان دوت ممكن تكون فكره المدفونه، يعني ديت ممكن ادفنها. لو انا عندي جمر وبعمل باربيكيو او بعمل حاجه، ممكن نحطها فيها. لكن انا هعملها ايه؟ بجيب حله، قبل ما ادخلها الفرن انا هطبخها مش في الجمر، انا هطبخها على بخار. برضو الافران اللي هي الفرن اللي بيعملوا فيه المندي بيبقى فيه بخار، وانا عايز اخلي يبقى فيه بخار. فبعمل ايه؟ بحط ميه سخنه هنا، بس مش بطبخها على النار، بطبخها في قلب فرن. فاجيب اللي انا عملته هنا واحط عليه غطا، اتاكد ان هو هنا هو محطوط عشان يبقى متغطي باحكام. ودوت باخده اوديه الفرن، نجهز مكان هنا اهو عشان اما ارجع نقدمه، وباخد ديت اوديها الفرن. فديت بتاكد ان الفرن اللي انا بستعمله بيكون حجمه مناسب لان اعمل حاجه زي كده. فعندي هنا فرن البيتزا، ممكن نخلي ديت على جنب،
ونطلع اللي احنا حطيناها من الاول من البخار اللي موجود فيها. ناخد ديت معانا، دي مع البخار اللي احنا حاطينه فيها مع شويه من السائل اللي بينزل، بتبقى دوت شكلها. ناخد دي اهو نحطها كده، وممكن بتتقدم في نفس الورقه، ورقه الالومنيوم، فبيبقى البخار طالع منها، وورقه الزبده اللي انا حاططها، فبتبقى اللحمه نفسها كل حاجه فيها مستويه وبتتقدم في نفس الطبق. يعني دي بتبقى مش محتاجه اي حاجه خالص، اللحمه بتكون مفكوكه من بعضها، يعني بتفك من بعضها. يعني ديت لو عايز احط لها شويه من التوابل زياده عليها، ممكن نحط عليها شويه توابل قبل ما نقدمها، لكن مع الفلفل والبصل والحاجات دي بتكون كافيه جدا كتوابل ممكن نقدمها. في حاجه من الحاجات القلبات اللي هي بتبقى حاجه من الحاجات اللي ممكن تتقدم مع خبز. الفكره فيها ان انا بجيب قلايه، وزي فكره القلايات، يعني مثلا ممكن اقلي فول، ممكن اعمل فاصوليا، فاصوليا بيضة، فاصوليا خضراء، فاصوليا حمراء تكون مستوية. فالفكرة ان انا بعمل حاجة من الحاجات السريعة ديت، بجيب بصل وطماطم، وعندي هنا هوت شوية، نجيب شوية زيت، اتأكد ان هنا مولع النار على الهادي، وبعدين بقطع شوية بصل على اساس احمرهم، دول هيتفرموا او هيتحمروا، يبقى بصل مفروم، بفرمه ناعم شوية، ومع ديت بحط شوية صغيرين هنا من الطماطم، نفس الشيء نقطعها حتت صغيرة، وأحمر كل دول مع بعض، وشوية زيت، وأحط معهم البصل والطماطم. دي هتبقى زي ما قلنا زي فكرة القلاية، نحط البصل والطماطم، نحط معاهم شوية ثوم وفلفل حامي، واحد فص ثوم هنا اهو، وشوية فلفل أخضر حامي، نفرمهم سوا، ودول بحطهم هنا على أساس أعمل اللي هي بعد كده بضيف فاصوليا. يعني ديت ممكن بحط شويه زيت تانيين واحمر، بس اسيبها تدبل شويه. فديت قلابه على اساس بنقلبها، او قلايه على اساس انها في القلايه، حسب انتوا حابين تستخدموها ايه، او قلابه في القلايه. بجيب هنا شويه حمص بهرسه، او ممكن نستعمل حمر كمان، ديت هي الفاصوليا اللي هي الحمراء بهرسها شويه. ده لو عندي فول ممكن استعمله بنفس الفكره. ناخد الفول هنا اهو، ده الحمص، ونهرس جزء منه. لو عايزين كله مهروس، انا بفضل يبقى جزء منه مهروس وجزء صحيح. نحط دول هنا اهو، وبعد كده بضيفها. ديت بتبقى لو عايزه شويه سائل ممكن اضيف لها سائل، لو هنا اهو بحط لها شويه صغيرين من الطماطم. طبعا انتوا ممكن تسيبوها على النار لمده طويله، او بتقدموها سخنه في الاخر، لكن اهم بهارات بحطها بتبقى الكمون. كمون مع ملح، ودي بتبقى جاهزه، انه بس اسيب كل دول يتبلوا، لان الطماطم طازه. دي بتبقى الطماطم طازه، نحطها هنا اهو، نقلب كل ده، نعلي النار شويه. واكيد اللي بتعملوه انتوا ممكن تحمروا البصل اكتر من كده، او تعملوا البصل مع الطماطم، تعملوا كميه كبيره، وخدوا من البصل مع الطماطم شويه للفول، جربوا شويه مع الفاصوليا البيضاء، شويه مع هي الفاصوليا الحمراء، يبقى في الحاله ديت عندكم اكتر من نوع من قلابه. وناخد اتصال. الو الو، اهلا اخت ام عبد الله. ايوه، ده ازاي حضرتك؟ ده خلاص مش عاوزيني. لا ازاي بقى، ونستغنى؟ احنا نقدر نستغنى؟ الحمد لله نعمه وعافيه. اخت ام عبد الله ازي حضرتك؟ طيب الحمد لله. الحمد لله الاهل والعيال نعمه وعافيه، الحمد لله بخير. الله يخليك شيخ اسامه، انا ابي اشكرك على اللي سويته حق فقر الدم،
والأمواج الباقية. الحمد بس لله. بس ما في ما حصل خطوط هالأيام، زاد الحبايب عندك. فالخطوط كلها مليانة. نعم، لا حضرتك قلتي حضرتك إيه آخر؟ الخطوط ما حصل لهم. لا سامحيني، يعني من فتره وانا بدي اتصل فيكم. شكرا كثير. لا ده انا اللي نتصل بيكي وواجب علينا. تأمرينا تأمرينا. الله يخليك، كل سنه وانت طيبين. وانت بصحه والسلامه. وانت بصحه والسلامه. على عيد الام اللي جاي ان شاء الله تكون حلقه مميزه، لازم ان شاء الله تتابعينا فيها، او يوم 20 ويوم 21 هيكونوا حلقتين مميزات ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. تسلمي لي وسامحيني. ما تحصل خط. شيخ اسامه. نعم. أنا بدي أسألك، تعرف الفقع اللي أيوة. في الأرض يزرع يطلع؟ نعم نعم نعم، الفقع اللي هو الكمأة. نعم نعم، هي الكمأة. نعم، بس مو بالفطر. مش لا مش مش الفطر، مش المشروم. لا هي الكمأة اللي هي زي الترفة. الله يخليك، شلون تسوي؟ حاضر. وبعدين شلون نشيل الرملة اللي داخله؟ تحت أمر حضرتك. خلاص ماشي. إيه؟ إن شاء الله. وانا شكرك مره ثانيه وثالثه على كل اللي تسويه. شكرا لمتابعتك. اللي سويته لنا فقر الدم نفعني وايد. الحمد لله، جزاك الله خير واجر وعافيه ان شاء الله. وكل ما قالوا لي هاي ليش تاكلينها؟ قلت لها شوف اسامه قال. طب ان شاء الله ان شاء الله بالشفاء ان شاء الله. وان شاء الله وخف الفقر. طب الحمد لله. الفقر خف. طب الحمد لله، دلوقتي هيبقى في غنى دم باذن الله، وهنعيدها لك طالما انت حباها باذن الله. ودلوقتي احنا هناخد فاصل سريع، ولما نرجع هنواصل معاكم وهنعمل حلو يمني. نشوفكم على خير ان شاء الله. دلوقتي هنعرفكم على اهم ما في الحدث النهارده، اللي هم الشيفات اللي هم هيقوموا بالموضوع. عندنا روشيل، انيتا، نسيم صح، وفاطمه، ريسا، وامال، ايمان، وكمان هيبقى معايا ايه، نسرين، بسمه، ريمي، واكيد هيبقى في شيفات رجاله، محمد وغمدان. يا اهلا وسهلا، انتوا اللي هتحضروا لنا النهارده كل الاكل ده. احنا عندنا ضيوف النهارده جايين، وكل واحد عارف هيعمل ايه صح. روشيل وانيتا ونسيم، يو جونا دو ذا ساندويتشز. اوكي، يو بي اوكي وذ ذات، يو دو ذا ساندويتشز. هتساعديهم يعملوا السندوتشات. طيب فاطمه وريسا، هتعملي لهم الخبز وتلفيه. طب تمام خلاص اوكي. طب بالنسبه بقى امال وايمان، في عندكم شوكولاته هنا، الشوكولاته اللي هي لونها ذهبي هنحطها هنا، والشوكولاته اللي لونها فضي هنحطها هنا، هنملاها ديت عشان الضيوف. خلاص ايه ونسرين، يو جونا فيل اب ذس تارت، هنعملها حلوه زي كده. خلاص طيب، وانتوا هتعملوا الكب كيك. عارفين الكب كيك هتعمل ازاي؟ انت تعملي باللون الروز البامبا واللون الابيض، تحطي اللون دوت على الابيض واللون الابيض على اللون الاحمر. ايه رايكم؟ وبعد كده عندكم تحطوا بقى هنا قلوب، وتحطوا الحاجات دي، وممكن تحطي الورد، في عندك ورد هنا. خلاص؟ بس مش هناكل. ها محمد، مش بعد البرنامج ناكل. اوكي، انت هتعملوا الشوكولاته، عندكم الفراوله هتحطوها هنا، وعندكم كان الكيك حطها في الكاكاو، في كاكاو ابيض وكاكاو غامق، وهنجهزها لغايه لما يجي. خلاص كلنا جاهزين؟ جاهزين. نفتح الباب ولا نستنى؟ نسكر الباب. ان شاء الله للتحضير ليوم 21 هيكون عندنا حلقه مميزه. يوم 19 هنعمل كيك، لو حابين تجربوا يبقى عندكم يوم تاني. يوم 20 هنبقى معاكم على الهواء نجاوب على اسئلتكم، وبرده نحتفل، ويوم 21 حلقه مميزه. اما بالنسبه لبقيه الاكل اللي هو اليمني النهارده اللي احنا مخصصينه، هنعمل فته. فته بنستخدم فيها الخبز اللي هو الملوح ده. الخبز بيبقى كبير، حجمه كبير، باخد منه الخبز وبقطعه، يعني دي بقطعها قطع صغيره هنوت، وبحطها في زيت، بستعمل هنا زيت ذره على اساس يطرى شويه، فبتحط هنوت في الزيت. وبعد كده باخده على اساس دوت بفرمه، بستعمل مفرمه، مفرمه اللحمه، وهعمل منها هفت، يعني هفتها. بعد ما نحطها هنا اهو، ناخد الخبز ده ونحطه هنا، وابتدي افرمه، نفرم الخبز في مفرمه اللحمه. ممكن هنا نعمل مكان نطلع عليه الخبز اللي بفرمه، نحط دوت كده، وابتدي افرم الخبز. بعد كده
باخده على اساس هعمل نوعين من الفته، واحده هتبقى عباره عن فته موز وواحده ثانيه هتبقى عباره عن فته تمر. فالتمر اللي بجيبه يعني تمر بجيبه وبعمله زي العجوه تمام هنا اهو، وبعدين ابتدي اضغط عليه، نزود السرعه شويه. بدايه بتكون الخبز مع الزيت او الخبز اللي هو الملوح، بعمل كميه كافيه على اساس بحط عليها الحاجه اللي انا ههرسها. فبهرس التمر اللي بجيبه بيكون طري، بجيب التمر هنا نحطه كده، وممكن شويه صغيرين، اتاكد ان انا شايل البذر منه، وبعدين نبتدي نهرس التمر. فبهرس التمر وانا بهرسه بالطريقه ديت بضيف عليه شويه من الخبز اللي احنا عملناه كنسبه وتناسب، نحط ده كده اهو، وبنحط تمر مع الخبز لغايه لما كل ده يتداخل. نحط شويه تمر تانيين، لو فيه نوى او بذر بنشيله على جنب، ونبتدي نهرسه لغايه لما كل حاجه تتداخل في بعضها. وممكن دوت الحلو بتاعه ان انا ازود عليه شويه صغيرين من الدبس، يعني بعد ما بعمله كده اهو وبهرسه ممكن احطه في سلطانيه او في هون لغايه لما كله يعني زي ما بقول بنفته، وما يبقاش فيه قطع خبز باينه، يعني كل حاجه بقت لون واحد كله تداخل مع بعضه. وبنفس الفكره هنعمل فتت موز، يبقى ديت الفكره هنا اهو، ونجيب جوانتي وهنعمل فتت موز. هقطع الموز بنفس الطريقه، يبقى بجيب قطع الموز، نقطع الموز هنا اهو، وطبعا هنفرمه نفس الطريقه. فلو عندي موز ابتدى يطرى شويه هيبقى ده اسهل شويه في عمل الفته. نحط قطعه كمان نحطها هنا اهو، وبعد كده مش هحط يعني ممكن نحط عليها سكر لو حبيته، حط شويه هنا اهو من الخبز اللي احنا عاملينه. وهذا الخبز الثاني اللي انا حطيته هنا فيه حبه بركه، يعني ممكن استعمله بحبه البركه. ونهرس الموز مع الخبز، ودي هتبقى فته مختلفه عن الفتات اللي احنا بنعملها في العيد، يعني ديت فتات بتاعت تتاكل كحلو، ولو في خبز عندنا ادم شويه ممكن ديت تبقى افضل طريقه لاستغلاله واستعماله. يبقى ديت بحطها هنا وبعجنها، برضو نفس الشيء بشوف انا عايز احط كميه قد ايه من الخبز وكميه قد ايه من الخلطه اللي عندي. ناخد شويه هنا من السمنه نجيبها هنا ونبتدي نقدم الطبقين. يبقى بجيب هنا فتت التمر بحطها هنا، هنا فتت التمر ديت حاطط فيها تمر اكتر من الخبز، يعني ممكن اللي انا كنت حطها كان ممكن احط فيها تمر اكتر، فانتوا بتدوقوها وتحطوها بالطريقه الامثل والافضل ليكم. ديت ممكن نزينها بعد ما نعملها كده، ممكن بزينها بشويه صغيرين هنا من نحط دبس عليها من الجناب، شويه دبس من الجناب، ممكن كمان احط عليها شويه صغيرين من السمنه البلدي، احط شويه سمنه هنا اهوت عليها لو ما كانش الزيت كفايه اللي احنا دوبنا فيها. بعد كده بنحط هنا اللي هي فتت الموز نحطها هنا، نفس الشيء ممكن اقلل من الخبز اخليه بس يا دوبك يمسكها مع بعضها. وديت ممكن نحط عليها شويه مكسرات، شويه هنا من البندق، شويه من اللوز الحلقات، وشويه صغيرين من الفستق. يبقى عندنا هنا فتت موز وفتت تمر، وناخد دول ونشوف الاكل اللي احنا عملناه مع بعض اللي هو كان عباره عن مطبخ اليمني النهارده. قلنا ان احنا كل يوم بنعمل لكم مطبخ من بلد مختلفه، وكمان بيبقى تفاعل مع
اسئلتكم اللي انتم بتسالونا على الوصفات اللي انتم حابينها. النهارده ابتديناها مع بعض وعملنا اول حاجه مع بعض كانت الفحسه. والفحسه اللي هي اتعملت مع اللحمه حطيت عليها حلبه، والحلبه كان عليها كزبره وكرات اللي هو الكرات الاخضر، وممكن اخلي الحلبه على جنب تستعملوها قلنا بدل مايونيز والماسترد والحاجات ديت. وبعدين عملنا مع بعض اللي هو الدجاج المضغوط. الدجاج المضغوط كان مع رز مبهر، سويت الدجاج مع الاول البصل والصلصه خليتهم يغلوا، بعدين حطيت فيه الدجاج، بعد ما استوى حطيت فيهم الرز. والمدفون كان عباره عن لحمه، قطع لحمه، انا بقول دوت لشخص واحد، يبقى اذا بحطه حته من الكتف، حته من الريش، حته من الرجل، وبحط معاهم فلفل وبصل والبهارات بحطهم رقات، وما احطش اي سائل، السائل جواه موجود سائل كتير، فده ممكن استعمله مع شويه من المكرونه او لو عايز مع شويه من الرز. وبعد كده عملنا مع بعض اللي هي القلابه، قلابه الفاصوليا زي فكره القلايه، يعني بحط هنا طماطم مع بصل مع شويه من الكمون والملح ومعاهم فلفل حامي، ممكن احط فول، ممكن احط فاصوليا، فاصوليا بيضاء، فاصوليا حمراء، وبهرسها شويه، بتتقدم بالطريقه دي. اما الحلو كان فته، عملت فته من الخبز، وخبز اللي هو الخبز ملوح بيبقى فكرته اما بتعمل في الفرن بيبقى الرغيف معمول كده، هو ده بيبقى ناشف شويه، وفيه الخبز نفسه عليه حبه البركه، فبطريه بان بحطه في الزيت بفرمه وبحط عليه تمر، وانا بقدمه بحط عليه شويه سمنه او بحط عليه شويه مكسرات زي الموز. طالما عملنا النهارده من اليمن ان شاء الله هيكون بكره في الجزائر وتونس وليبيا، هنعمل وصفات الرشته، وكمان هنعمل الوصفات اللي هي الغنيه بالحديد في حاله الانيميا لاخت ام عبد الله، هنعمل لك حاجات تانية مميزه جديده تشوفيها تاني. وبالنسبه ليوم الاحد هتكون وصفات من المطبخ الكاريبي، يوم الاثنين طنجيه مراكشيه وخبز ابوري، ويوم الثلاثه هتكون كيكات بلاك فورست وصخر، وان شاء الله يوم الاربع هنعمل حلقه مميزه مع يوم الخميس. واشوفكم على خير، ألف تحيه ألف سلام.